أزول أيت ما أسمع معاكم حبيبتكم دي هي اللي تحبكم قد الدنيا. الموضوع تاع اليوم حبيت نجاوب على سؤال عطاوه لي اللي هو عطاه لي بيتو واحد الناس اللي عزاز عليا بزاف في لايست تاع لي زامي تاعي. قال لي دي هي انتيا من على 5 سنين وين راكي باغي توصلي؟ كل انسان عبالنا بلي عنده اهداف قصيره المدى واهداف اخرى بعيده المدى. الوغ كي يقول من على 5 سنين هذه اكيده بلي اهداف متوسطه المدى. وانا في الحقيقه عجبني هذا السؤال بزاف وحبيت نرد عليه. علاش؟ حاجه الاولى كاين بزاف ناس يسولوني دي هي وين راكي باغي تروحي. بصح السؤال تاع وين راكي باغي تروحي فيه بزاف صوالح عجبتني كي قال لي 5 سنين. الوغ في 5 سنين هذه واش راني حابه ندير؟ حاجه الاولى حابه نكون مستقله ماديا، معناها نكون انايا خدامه ونصرف على روحي وما نحتاج حتى لواحد من الناحيه الماديه. حاجه الزوجه باغي نكون نخدم عند روحي، يعني نحقق عمل ولا حاجه ما نكون مش خدامه عند الناس، نكون خدامه عند الدوله، نكون خدامه عند روحي. الحاجه الثالثه اللي حبيت نديرها هي اني قرعوا كحول نتنهدوا نعرفش باغي ندير، اني نكون عائله. حاجه طبيعيه كل انسان في الدنيا يحب يدير عائله، يحب يدير بصاوه وزوجها بلو، يحب يدير راجل يقولها طيبين قهوه مع الصباح سؤال كيما هكا. المهم الحاجه الرابعه وهي نطور العمل تاعي في اليوتيوب، معناها نجيب لكم جوده مليحه، نجيب لكم كاميرا مليحه، نجيب لكم المواضيع مليحه كاع صوالح اللي انتم راكم باغيينهم. حاجه واحده اخرى ما عابينيش بولونو ما جبيت لي بزاف صوالح ماكش حاجه راني نخبركم. ميرسي ما تنساوش ديروا لايك وهذا فيديو كشغل غير قصره وجماعه ودردشه معاكم. وبغيت ننتهز الفرصه مادام راني في التصوير وهكا نحكي مع احبابي ونقولكم نحبكم بزاف بزاف وتهلاو لي في روحكم و تنساوش لايك سبسكرايب. Thank you.